الفطار عادله بيبدا من 6 ل 10 بس عشان خاطر حضرتك 11 12 يجي على الاوضه طالما سنجل منورانا يا ست الكل. السويت على البحر مش كده؟ والله يا فندم نفسي اعمل حضرتك الاكسبشن ده بس للاسف لو على البحر هيزيد 1000 جنيه في الليله. خليه على البحر. خليه على البحر عادي. معلش سؤال، حضرتك مش فارق معاكي 1000 جنيه في الليله؟ لا مش فارق عادي يعني واي نوت. فكره دي قاعده في السويت لوحدها شايفه الناس اللي عايشه. يا ساتر ايه ده؟ مالك الف سلامه. جالي مغص فجاه مش عارفه ممكن تطلعوني الاوضه وحد يجيب الشنط من بره بليز. اوكي يا فندم بس يخرب بيت عينك في حد هيجي معايا؟ هو حضرتك اكيد اكلتي حاجه من الشارع افتكر؟ واي نوت. طب ممكن بس حد يطلع لي شنط بقى واطلع بسرعه عشان مش قادره اقف خالص خالص. من عينيا يا فندم من عينيا. سعيد اهلا وسهلا يا فندم. الحمد لله على السلامه. احنا في عيد النهارده والله في عيد. ايه ده؟ هو ده احسن سويت عندكم؟ ده السويت الرويال بتاعنا يا فندم، صاحب الاوتيل نفسه ما يجرؤش يقعد فيه. فعلا؟ اه. ماشي يا متأكد ان بابا ما شافش الاوتيل قبل ما يحجز بس يلا ما علينا. خد دول امسك. ايه يا فندم؟ 20 دولار دول اغيرهم لحضرتك في الكاشير؟ لا دول عشانك. تبس؟ صحيح. الحزن يعلم البكا والتبس يعلم الزغاريت. في وانا للاسف ما بعرفش ازغرط. ايه ده ايه ده ايه ده في انت يا استاذ انت ما تجيبليش مصيبه. انت يا اسمك ايه انت يا يا سيد سعيد انت يا اسمك ايه انت اصحى. انا مين؟ انا فين؟ انا ازاي؟ معلش يا انسة اصلها اول مره تحصل لي ان انت تدخل ان حد يديك بقشيش بالدولار. ناخد بقشيش اصلا بعد اذن حضرتك. ممكن ما تقوليش لحد في الاوتيل انك اديتيني بقشيش عشان الضرايب. ضرايب؟ يعني داري على بقشيشك يزيد ده غير النفسنة والحقد اللي في الاوتيل كله. احنا عايشين في قحط بقالنا فترة هنا يا نسا في الاوتيل. كل ده عشان 20 دولار؟ واكتر من كده كمان. لا مش هقول لحد مخافش. بصراحة أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي. ميرسي جدا على الكومبليمون الجميل دوت. عفوا يا سيدي. إيه ده؟ ده الكارت بتاعي يا فندم. إني واي إني تايم في أي وقت تلاقيني قدام حضرتك. شكرا. مش يلا بقى ولا ايه؟ في ايه تاني؟ في ايه بتعيط ليه؟ ايه اللي حصل؟ anyway ايه المجانين دول يا ربي؟ طيب بابي لا مفيش بس دي رابع مرة تعملها فيا. تقول لي سبقيني وهاجي وبعدين ما بتجيش. لا مش هستنى. براحتك يا بابا. اوكي لا مش متضايقه خلاص اللي انت شايفه. باي. لانين مروه لسه واصله النهارده قاعده في سويت اون بيتش الون. ها لوحدها يعني؟ مش عرفك ان انا هسالك عنها. ايش عرفك؟ ده مفيش حد في الاوتيل ما سالنيش عنها. يا حلو. ايوه قوي. ايوه اي لسه منزلها كوبايه عصير ادتني تيبس 15 دولار. ايه 15 دي؟ عصير؟ عصير ايه؟ 15 يعني خمسه. يا سلام. امال 6 يعني كام؟ لتر. طب انا عليك حمار مش فاهم حاجه. هي قاعده قد ايه في الاوتيل؟ 15 ليالي لتر ايام. خمس ايام ست ليالي. ايوه ايوه. ايه ده ايه ده؟ ده احنا بنتكلم فرنساوي لملم. امال ايه يا نهار؟ ليه اقول لك ده مفشلش مقش سويدي الصندي؟ ايه ده ايه؟ ده مالوش علاقه بالفرنساوي اللي قلته ده. ما انت هرينا كلام غلط. حد قال لك حاجه؟ ماشي. بقول لك ايه؟ نزل لها كوبايه كوكتيل وقول لها ده كومبليمون من مستر فارس. ميسيو يعني قط كومبليمون قول ميسيو. طب غور بقى غور يلا. كل سنه وانت طيبه. ادهم. يعني انا عامه بحب اهتم بالاخرين وانت مش اي اخرين فقلت اجيب لك حاجه بسيطه مش مهامك بس يا رب تعجبك. ميرسي بجد تحفه. انا والله كان نفسي فعلا في جراب موبايل. انا خدت بالي بتعملي معامله حقيره وترميه في اي حته فقلت انا ادلعك. بس لا انا هحطه في الدرج مع باقي الهدايا عشان كلهم يبقوا في درج واحد. ماشي يا ست اعملي اللي انت عايزاه. سلام النهارده عيد ميلادك. انا بقى هديتي ليكي النهارده في عيد ميلادك. لا لا سعيد انت جايب لها هديه. ايه مش هاخد منها تبس في اي حاجه تطلبها مني بعد كده. ايه رايك؟
انا عمري اديتك تيبس. شفتي حرمتي نفسك من هديه كبيره ازاي؟ بس زايد بس زايد بس حبيبي بس. يا راحت فين؟ يا ايه؟ النضاره بتاعتي. النضاره بتاعتك؟ ايوه اللي جابها لي مستر فارس. دوري كويس، ده انا كان عيني منها. انا دورت عليها في كل الادراك مش لاقياها. اطلعي بره حضرتك، اطلعي بره دوري عليها. ما انت طول اليوم كنت ماشيه في الاوتيل لابساها كانك اول مره في حياتك تلبسي نظاره. ادهم. نعم. اطلع بالنضاره. نعم يا ماما. هو انا هبص النضاره؟ انت بنفس مني من ساعه ما انا كنت واخده النضاره من مستر فارس. يا سلام، وانا هنفس منك ليه؟ ده حتى جايبها لك من مفقودات الزباين. اي سعيد الكلب ضحك عليا وشربني حاجه ساقعه بصودا وقلت له على كل حاجه. يا سلام، وامجد وغلاب شربوك حاجه ساقعه بصودا؟ ثلاث ثواني، ثلاث ثواني ما لقاكش قدام يا سعيد. اتفضل يلا يا طفص. روح شوف النضاره. غلطان اصلا. معدتي تتقطع. قميص هو اللي يتقطع. سأقتلكم جميعا. ليه؟ سأسجنكم جميعا. واحدا واحدا. طيب. بس بس بس. كل حلفائك هانوكا ريتشارد. أنا ماذا؟ بس بس في إيه؟ أنت عملت في إيه؟ مش المفروض يمشي. ما أنا مش عارف يعني ما يصحش برضه يمشي الراجل كده، يعني ناخده لحم ونرميه عضم. هو إحنا متجوزينه؟ يا ابني في إيه؟ في إيه؟ حضرتك مالك؟ في إيه؟ طلبت من هذا العدوي أكلا كي آكله. جاب لي حاجة شبهه كده، أعتقد إنها عدوي بالجبنة. سأقتلكم جميعا. سأسجنكم جميعا. أنت أكلته إيه؟ الله يخرب بيتك. ما أعرفش والله، هو طلب أكل صيني وأنا ما بفهمش في الأكل الصيني. يخرب بيتك. طب معلش أنا الأوتيل هيعمل لك كومبلمنت. لا لا لا، أريد أكلا آخرا. لا لا لا، مش أكل، هعمل لك كومبلمون حلوة جدا. ولا شوربا آخرا. لا مش شرب، أنا عازمك يومين في الأوتيل. أه؟ عازمك يومين بس من غير أكل. في هذه الحالة من الممكن أن أفكر قليلا. شكراً رجالة، تكلوا أنتوا على الله، نجملكم في الأفراح. إيه ده؟ إذا كان هذا العرض ثارياً إذا معدتي ارتاحت. الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. إيه الأدب ده؟ يا ابني هو مش كان تعبان؟ أما ده صيني ده. آه ما بتكسرش. ايه؟ انت حتى انت بتضربني؟ هو ايه الكريمة اللي احنا فيها دي؟ صباح الخير يا حفني، هات لي القهوة بتاعتي. ابن حلال، ابن حلال مصفي. شوف عروستك جديده يا عم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه ده؟ ست دي ولا راجل؟ يا عم ست، ركز كويس. وريني. لا لا لا، هي كده على عدتها. لو عجبك ابعت القاهره اجيبها لك الصبح. عجباني ايه؟ ما لقيتش اوحش من كده تجيبهولي. ياه، ما شفتهاش انت قبل الحادثه. وكمان عامله حادثه؟ يا عم انت هتقبض 25 مليون ميراث. مش كانوا 26؟ ايوه، ما في مليون عشان عمليه التجميل، ما انت شايف خلقتها. لا لا لا، مش محتاج عمليه تجميل ولا غيره. انا لقيت واحده بقى زي القمر، هي لوحدها ملكه جمال. يا راجل استنى بس. بص بص الحلاوه. مش معقول. لا لا، هي عدلتها كده كمان. اه جمال والحلاوه دي في الاوتيل وانا معرفش. اعمل لك ايه؟ ما انت سايبني بقى ومركز في ضحايا الحوادث بتوعك. شايف؟ لا لا، ضحايا ايه؟ لا لا، ركز انت مع المادة الخام للجمال والجاذبية. لا فظيعة. هات يا عم. ايه؟ هو انت اللي هتتجوزها ولا انا؟ بس انا عايز منك خدمة بقى، عايزك انت اللي تفتحها في الموضوع. أه انت هتلخبطني ولا ايه؟ هو مين اللي هيتجوزها؟ انت لسه قايل انك انت هتتجوزها؟ يا عم انا اللي هتجوزها، بس اصلها غنية قوي، واكيد مش هتبقى مستعجلة على الجواز يعني عشان طمعانة في الفلوس. شوف لك حل يا اخي بقى، شوف لك حل، انت اللي بتتصرف. لا هو في معلومة انت ما تعرفهاش. انا حبيبي محامي مش خطبة. تعبتني معاك، والله تعبتني معاك. ايه ده؟ بس انت طب رأيك انها شكك انك محامي اصلا. هات لي يا ابني قهوه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هو راح فين؟ ما كان معايا الصبح. راح فين؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ فريده مش لاقيه نظارتها لغايه دلوقتي. احسن عشان تبقى تظن فيا ان انا سرقتها، بس هو كان معايا الصبح. تفتكر راح فين؟ هو في حاجه ضايعه منك انت كمان ولا ايه؟ اه قلم غالي قوي عندي، كان مدهولي مستر قنديل الله يرحمه في عيد ميلادي، ومش لاقيه، كان معايا الصبح مش لاقيه دلوقتي. الحمد لله. الحمد لله؟ انت فرحان ان انا مش لاقيه؟ لا كده فريده هتعرف انك ما سرقتهاش، بدليل انك اتسرقت زيها. ايه ده؟ وانا كده اتسرقت؟ لا اتخرجت من الجامعه يعني.
ايه اللي اتخرجت من الجامعه؟ احنا هنهرج يا ابني. انا عايز افهم دلوقتي انت بتقول ايه اصلا. انا قصدي يعني لا يكون. يا اخوانا هقول في ايه؟ انا مش لاقي الساعه الغولكس بتاعتي. ساعه غولكس؟ وانت كنت اخر مره شايف فين الساعه غولكس؟ انا كنت بتشطف في البسين حطيتها بره. لا 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 لا، ارجع بالجمله هات اولها كده. كنت بتشطف في البسين. كنت بتتشطف في البسين؟ ايه المشكله؟ كنت بتتشطف في البسين؟ انا بشرب منه فيه ايه؟ لا مفيش اي مشكله عادي. لا لا، ده دكتور امجد في مصيبه. لا 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 يا هوتيل. لا 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 يا هوتيل، دي مصيبه كبيره يا دكتور. ادهم دكتور هو فين؟ هو مين؟ ادهم صريحني دكتور. قول لي ادهم، قول لي الحقيقه دكتور. وانت قول لي. انا بتوحش وانا كده توترت. فين الكتيب؟ كتيب ايه؟ الكتيب الطب الحديث بتاعي يا جماعه، ضاع مني. لا ايه ده، في ايه يا جماعه؟ اصل احنا كده حاجات ادهم بتتبخر مننا. ايه يا دكتور؟ انا بضيع يا جماعه. لا صحتك يا جماعه، انا بختفي منكم. لا ما تختفيش على فكره، انا مش موجود دلوقتي. لا انا بدوب. لا ما تدوبش يا جماعه، انا بكش. لا ما تكشش. ده من هو؟ لا ده امجد. اوعى بيروح مني يا ادهم. اوعى يا دكتور، مسك نفسك يا جماعه. انا كنت هبقى نبغى اسطوره الطب الحديث بعد دكتور حساسيس. هتبقى يا دكتور. مش مصدقه خالص. بس انا كده عرفت مين اللي سرق. مين؟ اكيد في حرامي في الاوتيل. نبغى ايه الواد ده؟ نبغى ما شاء الله. صح اديله على وشه لو سمحت. صح اديله على وشه. وانت بقى نبغى، عندي سؤال. بما ان احنا كلنا اتسرقنا، اشمعنى فخامتك اللي ما اتسرقتش؟ ليه؟ هو انا هفية؟ غلط. يا لهوي اهدى. معلش يا دكتور. لا والله مع احترامي ليك. لا لا لا، لو حصل حاجه بعالجه. معلش يا جماعه. ريسبشن مين ده اللي هفيه؟ انا اسف، انا قصدي يعني ايش ياخد الريح من البلاط؟ يا واد يا غلبان. وبعدين انا حيلت ايه غير ال $20 اللي خدتهم من اللي اسمها مروه؟ $20 نهار ابيض. Anyway. احسن اتقلب يا عيني. لا اتقلب ايه، هو هفية؟ لا انا ما اتقلبش في اول تبس كاتو في حياتي. وان شاء الله اخر تبس تاخده في حياتك. ليه يا اخي؟ حرام عليك، بالراحه بس. دوت كويس كده، يمكن في حاجه تانية اتقلبت ولا حاجه. ايوه اعمل ريفريش للميموري بتاعك، ممكن تتذكر. اسمع كلام الدكتور، يلا دور كده في اي حته. لا بجي زي ما هو. ايه ده؟ جعان. انت بتطلع سندوتش من بوريطه؟ انت حاوي يا ابني، انا مش قادر افهم. سندوتش مطاطيه وحضرتك بتشطر في البسين. ايه سيرك؟ عايش انا في سيرك؟ لا ايه الساندوتش ده مش هيلسي. مش هيلسي؟ هاتوا. اتفضل يا دكتور. ده لانشون ولا رومي؟ متر غلاب قال لي ان انت بتدور على عروسه. بس بصراحه بقى ما توقعتش ان انا هلاقي عروسه حلوه كده. بس انت مستعجل قوي يا استاذ فارس. فارس ايوه يا استاذ فارس، انت مستعجل قوي. هو مش حكى لك على ظروفي؟ قال لي وبصراحه اللي خلاني وافقت ان انا كمان عندي ظروف، فقلت احط ظروفي على ظروفك ونتجوز يعني. طب ما هي يبقى اتفقنا. لا بس برضه يعني انا لوحدي. هو انت ما فيش حد من اهلك هيجي يحضر الفرح؟ في، بس بابي مسافر طول الوقت عشان هو بيشتغل في اليونايتد نيشنز ومش فاضي لي وسايبني لوحدي. طب وماما؟ سايباني لوحدي يا كده. يونايتد نيشنز برضه؟ لا ماتت من سنتين. الله يرحمه. سوري. بس يا سيدي فقلت بقى ايه اللي يخليني ابقى لوحدي؟ فكرت في الجوازات، اتقدم لي ناس كتيره جدا جدا كلهم كويسين، بس رفضتهم كلهم. كلهم؟ كلهم. ولا واحد قابلتيه؟ ولا واحد. ليه؟ ما كانش في كيمستري. بس انت جيتي في ملعب. ايه؟ انا بقى ملك في الكيمستري. بجد؟ انا كنت بذاكر الدفعه كلها. كلها؟ انا بتاع الكيمستري، يلا نتجوز بقى. ايوه بس انا مش هلحق احضر ناس يا استاذ فارس. معلش يا استاذ فارس، انا مش هحضر نفسي، انا عايزه اجهز، انا بنت، انا عروسه، عايزه مكياج، شعر، فستان. هقول لك على فكره حلوه قوي. ايه؟ هنكتب كتاب النهارده واستلمي الميراث واعملي شعرك بعد كده، اعملي اللي انت عايزاه. ما قلتليش يا فارس هو الميراث ده قد ايه؟ لا ده فضول والله، انا خايف على فلوسه. ما تخافش. لا لا ده انا فرحان قوي، طالما سالتي على الميراث يبقى خلاص اتفقنا. نقرا الفاتحه؟ نقرا الفاتحه بس مش تعزمني على حاجه قبل الفاتحه. يا سلام، ده انت تؤمري، ده انا ممكن اذبح لك عدوي اصلا. لا مش للدرجه دي، بس ايه عندكم حلو هنا؟ بصي الباستا حلوه قوي. عاوزاها ايه بقى؟ ريد صوص ولا وايت صوص؟ الريد صوص حلوه جدا، والبيف على فكره تندر لاي حلو جدا. بجد؟ راحت فين؟ راحت فين بس؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، راحت فين؟ قول لي مبروك. مبروك ايه؟ مبروك على ايه؟ مروه وافقت ان احنا نتجوز بكره. معقوله؟ بس عايزه 2 مليون جنيه مهر وزيهم مؤخر صداق. لا يا عم ده كتير قوي. بالنسبه لها مش كتير. ما انا قلت لك انا مش عايز اتجوز واحده غنيه زي دي. يا عم استنى بس يا عم. 2 مليون على قد المهر حاجه حلوه قوي، يا دوبك على قدها. طب وبالنسبه للمؤخر؟ لا بطل تشاؤم بقى، انت ايه اللي هيخليك تطلق واحده زي القمر زي دي وبنت ناس؟ على رايك، ده انا ما صدقت لقيتها. ادعي لي انا الاقيها. هي ايه دي؟ المحفظه، من ساعه ما صحيت وحطيتها في جيبي مش لاقيها. يا اخي هتلاقيها راحت هنا ولا هنا؟ استنى بقى اما اطلب مروه اطمنها. يلا. يا رب لا. ايه ده؟ ايه؟ الموبايل مش معايا. ده واضح انها فرقه في الاوتيل ودايره على الكل. انت مش ملاحظ ان في حاجه غلط؟ وانت مش ملاحظ ان في حاجه غلط؟ انا ملاحظ ان في حاجه غلط. طب وبعدين هنفضل نلاحظ وبس؟
يلا نشوف ايه الغلط في تعالى بقى نشوف ايه. بص بقى انا متاكد ان هو اللي سرقنا كلنا. متاكد ازاي يا فارس؟ يعني انت بس عشان حاطه في دماغك بيسحب فيك يا راجل. ايوه ايوه دافع عنه عشان وعدك هيشغلك رجل اعمال صح؟ فارس بالعقل كده يعني هو جاي من الصين عشان يشتغل مشاكل في مصر. خبط خبط خبط. مساء الخير غلاب. الحقني يا غلاب، النجدة الغوث، لقد سرقت. انت كمان سرقت؟ سرق منك ايه؟ اتسرق مني عمري. عمرك؟ يعني اشيائي. اين اشيائي يا مستر فارس؟ اشيائك اللي هي ايه يعني؟ لا ادري اننا في الصين نقول اين اشيائي. ظلمت الراجل، ظلمت الراجل. اتسرق منه عمره واشيائه. يا عم انت بتصدقه؟ ده بيحور عليه. لا انا لا احور، انا اتكلم بجد. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. دعيت عليكم بالصيني. يا نهار اسود يا نهار اسود، ضيعت نفسك اهو. ده عليك والدعوه الصيني بتنزل بضمان سنتين. شيل شيل. سويت لوحدها، أنا الناس اللي عايشة. مسيطر منك. مالك يا فندم في إيه؟ لا إيه؟ أنت اسمك إيه أنت؟ أنت يا سيد ولا يا سعيد أنت ولا اسمك؟ لا 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 ما تعصبنيش يا سمير، لا لا. ماما مالها بالقضايا؟ الله، ماما تعمل بسلة، تعمل رز، ده في البيت يا بابا. لا بحذرك يا سمير، الكلام ده ما ينفعش معايا أبدًا. سمير، تاني؟ معقولة كلنا نتسرق في يوم واحد؟ ما احنا طلعنا هفا قوي. اخرس اخرس. معاك حق، انا اسف لسعادتك وسعادتك انت كمان. واضح انك اتسرقت بمزاجك. هو الاوتيل ده ما فيهوش كاميرات مراقبه؟ في طبعا. خلاص نفرغ الكاميرات عشان نعرف مين الحرام. ايه بتبص لبعض ليه؟ هو بصراحه الكاميرات اللي عندنا بتصور بس ما بتسجلش. ايه ده؟ ده ايه التخلف ده؟ مين متخلف العمل كده؟ مين متخلف العمل كده؟ حضرتك. انا يا فندم قصدي حضرتك، قلنا لك نغير التخلف ده ونجيب كاميرات جديده، قلت لنا مفيش فلوس. ها فاكر انا قلت كده؟ انا قلت كده. انت مالك انت؟ هو كل نقول حاجه تقولها؟ خلاص حصل الخير يا جماعه، اكيد حصل. ميس اندرستاندين. ميس اندرستاندين بس. ايوه قلت كده. انا عايزكم تخلصوا بقى. طب احنا ممكن نجيب كاميرات تانية. مش هنلحق، هيكون حرامي خد الحاجه وخلع. او صح فاتتني دي. هو مفيش غير حل واحد، احنا نجيب حد يفضل موطوع 24 ساعة قدام المونيتور، يبقى عامل زي الجاموسة المربوطة في ساقية لغاية لما يطلع لنا حرامي. اه برافو عليك. مين ده اللي هيرضى بقى يتلطع 24 ساعة؟ ادم طبعا. انا اللي هطلبك في ساقية. انت صاحب الفكرة، يبقى اكيد انت احسن واحد ينفذها. ما ينفعش اسحبها. لا لا دي حلوة قوي، فكرة هايلة. تجنن ما شاء الله عجبتكم قوي. خلاص اتفضلوا على شغلكم. يلا على شغلكم. ايه ده؟ ايه ده؟ انا عارف ايه القرف ده. مفيش احترام خالص. ايه ده؟ تعرف تعمل ايه؟ لا 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 هقول لك على حاجه. والله ما والله هقول لك، انا هريح دماغي. بص اقعد انت هنا بس. اه تشرب حاجه حبيبي. شكرا تسلم. قوم قوم على شغلك، قوم على شغلك، اجري. حاجة عجيبة. ايه هي؟ سعيد في حاجة غريبة. قول سعيد. في حاجة شنيعة. انت اخلص سعيد. انا طول ما انا ماشي في الاوتيل من امبارح الاقي الناس قاعدة تبص لي كده بشكل كده في ريبة كده وقلق كده، واول ما اقرب مني يقول لي ويجري. ايه بقى ايه اللي بيحصل؟ انت عارف كل حاجة في الاوتيل، هتعرف ايه بقى اللي حصل. ما اعرفش بقى يا ادهم، انا خلاص قررت اكون في حالي. يا واد يا طيب يا بريء، هصدقك انت في حالك. يعني انت مش عارف خالص؟ ما اعرفش اي حاجة. يبقى رقف عينك وهتنط يا واد. هنشوف اذا كنت انت بريء ولا مش بريء. ربنا نشوف بريك. نشوف بس كان انت مش عارف ولا عارف. سعيد قولي الحقيقة. سعيد الناس كلها في الاوتيل بدأت تشك وتقول ان انت الحرامي. ايه انا حرامي؟ حرامي بتاع ايه؟ ايه اللي فيا خليني حرامي؟ النعمة بدأت تظهر عليك. نعمة؟ ايوه بدلة كحلي وقميص ابيض وجرافات تنبيتي. يا ابني ده يونيفورم. يونيفورم؟ اه بس شكله جديد. لا لا والله ده مغسول بس.
مغسول؟ طب والساعة الكحل الجديدة دي كمان؟ لا الساعة دي أنا كسبتها في مسابقة فخر الغردقة، والله معايا صورة أهي مكتوب فخر الغردقة، أنا عارف والله أنا مش حرام يا سعيد. كداب يا فخر. لا والله العظيم مش كداب، وطالما الموضوع وصل لكده أنا هقول لك بقى مين الحرامي. مين؟ قول أنت، برأ نفسك. هبرأ نفسي. دكتور أمجد. ماله؟ ماله إيه يا غبي؟ ما أنا بقول لك اللي سرق دكتور أمجد. ها إيه دليلك؟ هقول لك دليل. دكتور أمجد ده انت عمرك شفته في الاوتيل بيعمل اي حاجه؟ عليك فرخه؟ مفيش، طول الوقت قاعد في العياده مع الهيكل العظم بتاعه، يسرق ويحط تحت الهيكل فوق بقى. عندك حق، بس النعمه ما ظهرتش عليه زيك. خلاص انا عرفت مين اللي سرق. هقول انت، برأ نفسك. هبرأ نفسي. عدوي. ماله؟ ماله ايه يا غبي؟ هو انا بقول لك كلمات متقاطعه؟ عدوي الحرامي. ها ايه دليلك؟ ايه دليلي؟ هقول لك. عدوي ده طول الوقت ماشي في الاوتيل ليه كده مش مركز، يجيب الاوردرات غلط، بيسرق الحاجه ويحطها تحت الصينيه فوق بقى. لا عدوي ممكن يسف المشاريب بتاعت الزباين ويزودها ميه، لكن يسرق مستحيل. خلاص كده بقى ما فاضلش غير واحد بس هو اللي حرامي. مين؟ قول انت، برأ نفسك. هبرأ نفسي. سعيد. ماله؟ ماله يا انت غبي يا ابني؟ انت سعيد، انت سعيد وحرامي، واقول لك دليلي. انت بتسرق الحاجه وانت تقول لنا تيبس تيبس بتعمل نفسك غربان، وتروح واخد الحاجه حاططها تحت الطاقيه فوق بقى. انا؟ ايوه. انا حرامي؟ خلاص قول انت، برأ نفسك. هبرأ نفسي. دليلك؟ انا ممكن اكون مستغل لكن اسرق لا، انا ممكن اكون انتهازي لكن اسرق لا، انا ممكن اكون نصاب لكن اسرق لا.